مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير. وحياكم الله في هذا الفلوق الخفيف اللطيف لرحلة هايكينج في احد المرتفعات القرية ليكا التابعة الى محافظة ميسان. طبعا من هذا المكان مشاهدي الكرام سبق وسجلنا رحلة وسميناها الحياة اليومية لسكان المناطق الجبلية، بننزل لكم رابطها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الفلوق. يا مهند جيب لنا حمار خلينا نشدون أبوك. من البطاطين أو السفنجات أو الملح نحطها على الحمار أكرمكم الله على أساس ما يجرحه المحمل الذي نضع عليه الأغراض. طبعا هذه الحمير الله يكرمكم هي كانت الوسائل التي نستخدمها في سابق الزمان ونجلب عليها أغراضنا من شفا ثقيف، ولا زلت أحافظ عليها واستخدمها واستفيد منها حتى الآن لنقل الحاجة الأغراض في الجبال وما أقوم بمن رحلات في هذه الجبال. طبعا الآن عندنا رحلة جبلية وهذه من عادتي طيلة السنوات، وأنا استخدم هذه الطريقة واذهب مع حلالي وغنمي وامشي والحمد لله مارس الرياضة، وهذه مستفيد منها أكبر فائدة والله الحمد أنا وأولادي. حتى والله أنا ولدي يمكن بعدين أرسل لكم صورة، دكتور طبيب يروح معي يمارس، وهذا مهند مهندس الحمد لله تبارك يعني ربنا. نمارس هذه الرياضة ونشد على الدواب دائما. وكنت شغال بهذه الأمور عفوية، فاكتشفني رجل عظيم صراحة، يعني أحيانا المواهب تكون ربما تكون خاملة موجودة لكن يكون يمكن يكون خاملة مثل المعدن الأصلي، فيجي من يزيح عليها الغبار. فأتانا الأخ المسافر أبو حاتم فحاول يصقل، ولكن يمكن في آخر العمر، لكن إن شاء الله نحن باقي شباب. إلا أقولك أني أنا يا المسافر اكتشفت الكنز الثمين. والله مشاهدي الكرام طبعا أن نقولكم في هذه التغطية الحياة اليومية لسكان المناطق الجبلية، وخير من يمثلهم أبو عبد الله لأنه من ولادته وهو بهالجبال ويرعى الحلال ويعرف كل الطرق ويعرف الدواب هذه سبحان الله العظيم وشلون تعبر الطرق السهلة. أقتدي بالرجل هذا حتى أن الرجل شجعني أضع لي قناة في اليوتيوب أحفظ فيها جميع موروثاتي أنا وأبنائي ومن أحب، سميناها قمم جبل شهدان. ومثل ما تشاهدون جاري التجهيز على انطلاقتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أبو عبد الله يشد على الحمير أكرمكم الله الأشياء اللي نحتاجها مثلا من فرش من أدوات الطابخ كله عشان نجي في قمة الجبل. شوفوا هالحماة هذولا حماة الغنم ما جايكم، أنا بجايكم دقيقة. هذه الحياة اليومية للسكان المناطق الجبلية، حلال وحياتهم اليومية مثل ما تشاهدون. طبعاً إذا أتى يعني غنم أو مواشي ليست لي، الكلاب هذه تحجزها وتمنعها، ما تخليها تخش مع الغنم. طبعاً عندنا طريقة نعرف الشاة متى تولد، نمسكها من هنا نحصل العصب راخي، ما لا يوجد عصب هنا. طبعا هذه اليوم ما حتولد، يمكن تولد بعدين، حنبحث في الغنم بينها. اثناء البحث بين الغنم وجدنا هذه والده اليوم حتولد. طبعا العصب هذا هنا يعني راخي، ما يوجد فيه عصب، تجيب اصبعها كذا ما في شيء. هذه حتولد يا هدول، لا تسرح باذن الله. كما أشرنا سابقا بأن نحن نعرف ولادة يوم الشاة، فهذا ينطبق على جميع المواشي، البقر والغنم والإبل، نعرف اليوم اللي تولد فيه، نمسكها هنا نحصل هذا العصب راخي، مرة ما تحصل فيه عصب، هذا اليوم هي بتولد. طبعا هذه ولدت في الجبل ورا الجبل هذا، وجاوبها العمال حمل من ورا الجبل، يشهد الله من ورا الجبل، والحمد لله يعني ما شاء الله عليهم.
كما سألتني أبا حاتم كيف طريقة الرعي عندكم للإبل والبقر والغنم؟ طبعا الغنم تسرح وتضوي لازم كل يوم، أما البقر ما يضوي إلا اللي فيها حليب أو مع أولاد مثل هذه اللي والدة، والباقية تكون في الجبل نأمن لها الموية، وكذلك الإبل الديرة الحمد لله خير ونعمة يا ربي لك الحمد، ديرة ترى يعني فيها خير عظيم. إيش رأيك تعطينا حليب من أمك؟ طلقنا ولله الحمد بعد ما شدينا على الحمير الأغراض اللي نحتاجها في قمة الجبل. حرفيا أنا أعاني من ضيق التنفس لسبب أنه المرتفعات يقل فيها الأكسجين مثل ما تعلمون، وخاصة مثلي أنا جاي من نجد ما تعودت على المناطق الجبلية، لكن سكان المنطقة هذه طبعا يشوفون هذا الشيء عندهم طبيعي، لذلك أنا ولاحق الأنفاس. وأثناء صعودنا إلى قمة الجبل مررنا بهذا المقرى لأحد أهالي سكان هذه القرية رحمة الله عليه، توفى لا زال يستخدم وفيه نحل نحل، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجعله في الجنة. آمين. يعني هذا هذه خلايا نحل في هذا الموقع؟ نعم في هذا الموقع، يعني في نص الطريق ونحن رايحين للجبل. تمام. هو صاعد الجبل. كانوا كانوا يبعدونها عشان المنازل ما تكون فيه لا يجي فيها لا سكر ولا حاجة ولا شيء ولا عصير ولا شيء. الطريق هذا مشاهدي الكرام اللي تعبر معه الآن الحمير هو الطرق في زمن الأولين اللي تطلع مع هذه الطرق إلى قمة الجبال، توصلت الحمير الإبل. شوف الطريق كيف راسمته الآن، هي تمشي حتى ولو ما كان مع أحد، يحملونها من نفس المكان اللي طلقنا منه وتطلع إلى أعلى الجبل لأنها عارفة. شوف احنا الآن نمشي على هذا الطريق المرسوم من مئات السنين. حياكم الله وحيا قناتك أبا حاتم، قناة المسافر التي رافقتنا في كل مكان ظريف وجديد ومفيد، نطلعكم على أماكن تواجد وسكن آبائنا وأجدادنا قبل يمكن تقريبا 40 عاما أو 50 عام ما هو أكثر، كانوا يسكنون في هذا الكهوف وفي هذه الأماكن اللي تشوفونها، لا يوجد أي بناء في هذه الأماكن، إنما المكان اللي مثل هذا الحجر اللي له فتحات كثيرة يعملون له حماية وبنيان، وكان يسكنون بقرب من مزارعهم والمواشي قريبة للجبال، حتى المناحل هناك تجدونها إن شاء الله. وليس هذا هو السكن الوحيد اللي يسكنون فيه في هذا المكان، إنما هناك أماكن كثيرة إن شاء الله أطلعكم عليها وتشوفونها وأنتم طيبين. كم مساحة الصخرة هذه يا أبو عبد الله؟ الصخرة هذه تقريبا 4x7، لكنها متزاوية ليست يعني منبسطة بالكامل، أماكن يمكن 4 وأماكن 3، لكن من 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 هنا إلى هناك تقارب 8 أمتار. ولو عندي متر كانت جات 8 أمتار. كم يسكنها من شخص؟ والله يا أخي لو ممكن تقول لك، لو أقول لك ممكن أكثر من 20 شخص يناموا في هذا الغار، أكثر. الله. شوف المسافة، في النهاية أكثر من 8 أمتار. تذكر يا أبا حاتم عندما طلعنا في المرة الماضية كانت الأرض مجدب، يعني مجدبة ولا يوجد فيها أي خضار،
ثم أتتنا الأمطار سبحان الله في هذا الأسبوع، لأن يمكن أسبوع فقط، الأرض ما شاء الله أخضرت. شوف شوف كيف الديرة سبحان الله، شوف الحشيش تبارك الله، وهذا في الأرض كلها الحمد لله. وإن شاء الله لو أتيت بعد أسبوع 10 أيام تجد الأرض كلها توصل منك إلى هذا الحياة بإذن الله، ونجيك بالربيع بعد بإذن الله. الله يحييكم، ما فينا ننتظر الربيع. لا يا حبيب الله، يا زين الأرض بعد المطر. شوفوا قمم هالجبال، قمم جبل شهداء. يا ابو حاتم اسلم، تعال الماو يا الماو، ابشر بالماء. تسلم ما شاء الله تبارك الحمد لله. اثناء صعودنا الى الجبل اصابنا العطش، وفي اوباد نعرفها ذهبنا اليها ووجدناها مليئه بالماء بعد نزول الغيث امس، والحمد لله فاكرمنا بها. وهذه من عاداتنا قديما، ما يشرب الله من الاوباد، لكن المطر طبعا يجيب اوراق الاشجار، فنحط الشماغ كذا بمثابه المصفى او الفلتر ونشرب. تبارك الرحمن. ما خلق الله سبحانه وتعالى مشاهدي الكرام شيء على وجه الارض الا وتكفل برزقه. هذا الماء اللي تشاهدون تستفيد منه الطيور، وتستفيد منه كذلك الحيوانات والدواب اللي في هذه المناطق الجبلية. وش تسمونها هذه؟ هذه وبد. قبد. وبد وبد. وبد. وباء داء وبد. في هذه الصخرة مشاهدي الكرام هنا واحد واثنين، شوفوا سبحان الله هذا الثاني. يا أبا حاتم أعرف لك حجر هناك فيه 70 وبد. لا. حجر لا واحد. الله. يشهد الله أني عاد فيه بعد المطر 70 وبد. فيها من ياخذ طن، وفيها من ياخذ 2 طن، وفيها من يمكن ياخذ كيلو. مثل ما تشاهدون مشاهدي الكرام، ولله الحمد حنا من طلعنا اخذين معنا الماء، ولكن كنا محملينه على الحمير، فيصعب علينا ان نوقف الحمير ونشرب، لكن ولله الحمد وجدنا الماء اللي وجده ابو عبد الله، الله يبيض وجهه، وشربنا وارتوينا، ومانا هذاك عباره عن مخزون. ابو عبد الله، ابو عبد الله ذكرنا ببيت شعر وضحكنا منه جميعا. تفضل يا ابو عبد الله. طبعا كنت انا مدير مدرسه، وكان تاتينا التعاميم، وكان في مجله المعرفه دائم في لفتات لمعالي الوزير محمد بن احمد الرشيد رحمه الله عليه، يعني يدل على اننا نحن البشر الله اكرمنا بالعقول، وبينما بعض البشر يمكن ما نمثل بالبهائم، لكن يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء على أكتافها محمول. دليل ذلك أنه معنى الحمير أكرمكم الله الماء على ظهورها، لكن لا تستطيع الشرب. نعم. وحنا تركنا الحمير الحمار بما حمل، وجينا نشرب من هذه النعمة. نجري مع أبو عبد الله يجري وراء الغنم. طبعا احنا نسير بغنم بالغنم والمواشي والدواب رايحين بها الى الجبل، دائما نصف الاول والنصف في الاخير، لو بقي شيء حتى. ويا اخي والله اذا احيانا بعض الغنم تنام، تولد تنام في الجبل، ينام مع واحد من الكلاب. الله، وهذا من فضل الله نعمه. يا الله، شوف شوف الحارس، شوف هذا الحارس الامين ترى وين الحارس، نمدحك وشرد. الحارس شرد. يلا امشي الحقوا. شوف سبحان الله الحماه، يا كثر ما جرينا ورا الغنم، لان الغنم سريعه ما شاء الله. شوفوا ما لحقناها. مررنا على سكن الاباء والاجداد الذين كانوا يسكنون في هذه الاماكن، والآن نصل إلى مكان المقرى حقهم أو المنحل، وهذه الصخرة مرتفعة ما يصعدون عليها يعني في ذلك الوقت السراق أو الحرامية إلا من هذا المكان، وهم يناظروا إليه ما حد يستطيع يطلع، ويضعونها يعني يحفظها ويحرزها. إحنا نسميه مقرى، وفي ناس يسمونه منحل، يعني اللي هي خلايا النحل يا أبو عبد الله. نعم. توضع في سطح هذه. نعم. الصخرة طبعا كانت مبنية وغرف يعني مبني على خشب، لكن هذه ما حد يذكر متى كان هذا المقرى. إخواني المشاهدين، كما أطلعناكم وسبق وشاهدتم مساكن الآباء والأجداد في الزمن القديم في هذه الجبال، والآن نطلعكم على مزارعهم التي كانت المصدر الوحيد للمحاصيل الزراعية عندهم،
فهذه مزارعهم. وقد تسألوني أين انتقلوا؟ أريكم إلى أين انتقلوا، إلى هذه الأماكن يا أخواننا. هذه مساكنهم الجديدة أو الحالية، الله يرحمهم ويغفر لهم. هذه النصائب التي لها مئات السنين وهم في هذا المكان، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم إن شاء الله في الجنة. أبو عبد الله، حنا نتجول الآن في هذه المقابر الله يرحمهم رحمة واسعة. يا أخي ألاحظ الله يكرمكم أن فيه أثار للدواب والإبل، مع الأسف تقطع على هذه المقابر. يا أخي هذه المقبرة بعيدة عن محل السيارات، ولا أغلب المقابر دولتنا أو المحسنين أو الخير صوروها، ولكن هذه بعيدة عن وصول السيارات. ويا ليت أحد يتبنى هذه الفكرة، يضع لها سياج بأي طريقة حتى لا تمتهن من الدواب ومن المواشي، يعني تمر عليها السباع والمواشي والقرود والغنم، وكل حتى الإنسان اللي مو عارفها يمكن يمر من عليها. وهذه الأماكن ذكرتني بقصيدة أبو جعفر الطيار في معركة موته، يقول: حتى يقولون إن مروا على جدفي، يا أرشد الله من غازي فقد رشد. الآن وصلنا إلى مكان كشتتنا، نحط رحالنا ونعمل أكلنا وشاهينا وقهوتنا. خلاص، تحتها هالظل الظليل برفقة معزبنا أبو عبد الله. طبعا أنا دائما مشاهدي الكرام أقول إن فيه أشياء تختصر على أهل المكاشيت ومرتادين البر. من أول كان كثير من الشباب إذا جاي يطلع الرحلة أو نزهة برية يأخذ معه مستلزمات كثيرة. حنا الآن وش معنا؟ معنا هالعزبة اللي يمكن أشيلها بأصبع واحد، وفيها سلمكم الله هذه الفناجيل، وفيها القهوة، وفيها الدلة، وفيها الهيل، وفيها سلمكم الله الموقد، وفيها اللي هو دبة الغاز هذه، وفيها شيء مهم ألا وهي الذراية. هذه كل ما تحتاجه. ركبنا دبة الغاز بهذا الشكل. الآن نفتح الأرجل، أرجل الغاز وبهذه الأشقة، وبسم الله على قولة عاد الإمام ولعتها منها وفيها. نعبي ماء وبسم الله نركب. أبو عبد الله، أيوة، متأكد أننا بننزل من هنا؟ أبو حاتم سم، شوف حبيبي، إذا كان ما تبي تغامر، إذا كانت البقر تنزل من هنا، والله تنزل من هنا. أنت ما تنزل وأنا ما أنزل. أفا يلا روح. بسم الله، هذا دافع معنوي ذا. لا لا، بس على أساس ما تكون تتردد. يا الله، ما تكون البقر أحسن منا. ختام مشاهدي الكرام، أرجو أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو للغير، دعمكم يهمنا. واشكر الشيخ عطية ابن جندب الثقفي صاحب هذه المغامرات واللقاءات الجبلية، ونشكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ودمتم بخير.